بين تحديات الماضي وتطلعات المستقبل. أنهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مداولات دورته 47 في خدم المنافسة المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين، فيما واجه المجلس انتقادات من بعض الدول التي تصف المجلس من حين لآخر بالتسييس والكيل بمكيالين وازدواجية المعايير. The situation in Myanmar has evolved from a political crisis to a multidimensional human rights catastrophe. Suffering and violence throughout the country are devastating prospects for sustainable development and raise the possibility of state failure or a broader civil war. قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في كل من إيران وميانمار كانت حاضرة بقوة، كما استعرض المجلس قضايا إقليم التيغراي والروهينجا والأهواز والإيغور والشعوب الأصيلة، مؤكدا على أهمية حماية تلك الشعوب من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل حكوماتهم. أود أن أشير هنا أن عدم مشاركة عديد من الدول في هذا البند الذي يركز على انتهاكات الاحتلال منذ أكثر من 54 عام لا يؤهلها للحديث عن أي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم، الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير ويشجع القوى القائمة بالاحتلال باستمرار في انتهاكاتها اليومية والتي تابعتم بعضاً منها أثناء انعقاد الجلسة الخاصة يوم 27 مايو الماضي. برغم الاتهامات والاتهامات المضادة التي تواصلت خلال هذه الدورة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والصين وحلفائها، إلا أن الدورة نجحت في تبني بعض مشاريع القرارات، منها إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وإرسال بعثة تقصي حقائق لإقليم التيغراي وإدانة السلطات في ميانمار وتمديد بعثة تقصي الحقائق الدولية في سوريا ودعم الانتقال السياسي في ليبيا. برغم المنافسة والصراع الشرسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين داخل مجلس حقوق الإنسان، إلا أن مجلس حقوق الإنسان نجح في اتخاذ قرارات هامة بشأن الشعوب المستضعفة مثل شعب الإيغور والروهينجا وإقليم التيغراي في إثيوبيا. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.